بعد الاعتزال إذا قررت تكتب كتاب عن حياتك وشغلك ونجاحك شو بيكون عنوانه؟ واذكر لي حدث واحد ما بتنسير رح تعلنه بهالكتاب. يعني سر، بدي أقول سر لأول إذا بدي أحط عنوان لحياتي؟ ده كتاب حياتك مثل تجربتي بالحياة؟ أوريدي مفكرت بالموضوع من 10 سنين على الخطة. على الخطة؟ إيه، اللي هو كتاب كنت مفكر أعمله اسمه على الخطى، يلي هي انه كانه على خطى الارث تبع بي. دخلك كان في فيلم بدكم تعملوه كمان عن حياتي، هذاك اسمه بيه. الشاعر ايه ما وين صار مسلسل 30 حلقه وين صار انا ويسر يعني هلا كنا على التلفزيونات عم نحضر الكوارث عم تصير. لا بس انه قصدي كنتوا عم بتحضروا له ولا كمان كان بالجرور بعد؟ حاضر خالص مكتوب وكل شيء، امي كتبته عن سيره بي من نشاته ل او اخر اخر نهار. بجنن المسلسل هداك روعة. بسميه على الخطى، بيكون فيه مجموعة تجارب شخصية ونثرية وشعرية. تمام.